بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلبة الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس مادة العلوم للصف السادس. اليوم بإذن الله شباب هنتكلم على درس جديد على طرق فصل المواد. بس قبل ما ناخد طرق فصل المواد هنتكلم على بعض المفاهيم اللي أخذناها في الدروس السابقة. طبعا يا شباب خدنا مفهوم المخلوط، وعرفنا إن المخلوط يا شباب هو عبارة عن مزيج يتكون من مادتين أو أكثر تختلط معا كطبق السلطة شباب ومكوناته. ويمكن فصل مكونات المخلوط بسهولة شباب. وعرفنا إن السكر يذوب في الماء، والشاي عبارة عن مذاب، والسكر مذاب والماء هو المذيب. طيب ليش بيختفي السكر في الماء شباب؟ لأن السكر يذوب في الماء ويختفي لأن جزيئاته تتفكك وتتوزع بانتظام بين جزيئات الماء ويتكون محلول الماء بالسكر. طيب كيف يمكن فصل مكونات المخلوط عن بعضها؟ كيف نفصل مكونات عصير التوت؟ عصير التوت كما نرى في الصورة، ونجيب جهاز الشباب هنا اسمه جهاز التقطير. جهاز ايه؟ التقطير. توقع هل يوجد طرق لفصل مكونات مخاليط أخرى؟ فكر بطريقة لفصل مكونات مخلوط التوت والماء وجرب. استخدم جهاز التقطير بالمختبر كما نرى في الشكل يا شباب. هنلاحظ باستخدام جهاز التقطير يمكن فصل مكونات مخلوط التوت عن الماء. استنتاج يا شباب من التجربة، تستخدم طريقة التقطير لفصل مكونات المحلول. يبقى طريقة التقطير دي يا شباب وتستخدم لفصل مكونات المحاليل. المخاليط يا شباب أو المخلوط عبارة عن مزيج يتكون من مادتين أو أكثر. المخاليط يا شباب في منها مخاليط متجانسة ومخاليط غير متجانسة. يبقى أنواع المخاليط يا شباب متجانسة وغير إيه؟ غير متجانسة. المتجانسة يا شباب اللي هي ممتزجة معا بشكل جيد مثل الشاي والحبر والماء كما نرى في الصورة. يبقى الشاي والحبر والماء دول مخاليط إيه؟ متجانسة يا شباب. الهواء المحيط بنا يتكون من أكثر من غاز، غاز الهيدروجين، غاز النيتروجين، غاز الأكسجين، غاز ثاني أكسيد الكربون، بخار الماء، دي كلها إيه؟ ممتزجة إيه؟ معا. هنا عصير الفواكه يا شباب ممتزج جيدا، فبنسميها مخاليط متجانسة، مخاليط إيه؟ متجانسة. أما المخاليط الغير متجانسة يا شباب ديت زي الأرز وحبوب الحمص كما نرى شباب، دي طبعا ايه غير متجانسة. المكسرات يا شباب ديت مخلوط بس غير متجانس. السلطة يا شباب طبعا فيها كذا مكون مخلوط غير متجانس. الرمل وبرادة الحديد طبعا مخلوط غير متجانس لأنهم غير ممتزجين جيدا معا، ويمكن فصلهم ايه بسهولة، يمكن فصلهم ايه بسهولة. طيب تعالوا مع بعض يا شباب نتعرف على طرق فصل المخاليط. أول طريقة يا شباب كما نرى في الصورة، هنا عندنا أدي مادة، وعندنا هنا شباب في ورقة تسمى ورقة الترشيح. تمام، أدي هي الورقة البيضاء دي يا شباب، بتبقى في جاية في علبة كده شباب، ونطلعها ونحطها في القمع ونبدأ نقطر من بنرشح بيها ايه المواد. يبقى أول طريقة شباب عندنا طريقة ايه؟ طريقة الترشيح. تستخدم هذه الطريقة لفصل مادة صلبة عن مادة سائلة اللي هي المخلوط الغير يا شباب الغير متجانس. يبقى عندنا مادة مخلوط بمادة صلبة ومادة سائلة، ده مخلوط غير متجانس. نبدأ نستخدم هذه الطريقة اللي هي طريقة
الترشيح. مثال: لفصل الرمل عن الماء، حيث ينزل الماء لأسفل ويبقى الرمل عالقا في ورقته، في ورقة الترشيح. ومن التطبيقات العملية لطريقة الترشيح فصل السائل عن المخلوط مثل اللبن والجبن بالبيت. يبقى عايز افصل يا شباب اللبن عن الجبن، بستخدم هذه الطريقة اللي هي طريقة الترشيح عن طريق ورق الترشيح أو قطع من القماش لترشيح هذه المواد. الطريقة الثانية شباب لفصل المواد عن بعضها تعتمد على التقطير. التقطير شباب تعتمد هذه الطريقة عمليتي التبخير ثم التكثيف. لو لاحظنا في الصورة شباب أو هذه التجربة، أدي الدورة اللي به المادة اللي أنا عايز أفصلها شباب عن بعضها أو المراد فصلها. وهنا شباب لو لاحظنا إن هنا في موقد لهب بنزين أو نار يا شباب، وهنا شباب أنبوبة هنا متصلة بدورق آخر، تمام. يبقى هنا هيحدث غليان، الغليان دوت هيحدث بعديه تبخير. التبخير يا شباب هيتجمع ويتكثف في هذه الأنبوبة ويصل إلى هذا الدورق. يبقى بذلك يا شباب بهذه الطريقة يتم تبخر السائل أولا، ثم يمرر البخار على مكان بارد ليتكثف. التقطير، عملية التقطير نحصل على كل من المذاب والمذيب. أمثلة على التقطير يا شباب: فصل كبريتات النحاس الزرقاء عن الماء. معانا دورق واحد أهو يا شباب به ماء وبه كبريتات النحاس الزرقاء، طبعا عن طريق التقطير اللي هو الغليان والتبخير والتكثيف يفصل هذه المادتين. رقم اتنين يا شباب: تحلية ماء البحر، فصل الملح عن الماء. طبعا ماء البحر ده يا شباب عبارة عن ماء ماء وبه به ملح، فلاستخلاص الملح عن الماء استخدم طريقة التقطير. ثلاثة شباب: استخلاص العطور. أربعة: فصل مشتقات النفط عن بعضها، فصل مشتقات النفط عن بعضها اللي هو طريقة التقطير. كيف يمكن فصل مكونات محلول كبريتات النحاس الأزرق عن الماء؟ باستخدام جهاز التقطير بالمختبر كما نرى في هذه الصورة يا شباب. هذا الجهاز. عندنا شباب ورقة عمل على درس فصل مكونات المخلوط. ضاعت سفينة في عرض البحر واشتد العطش على البحارة وكان لديهم الجهاز الموضح في الشكل. كيف يمكن الاستفادة من هذا الجهاز في حل مشكلتهم؟ قلنا شباب نضع ماء البحر في الدورق على اليسار، ثم نقوم بالغليانه فيتبخر الماء فقط دون الملح ويتكثف البخار إلى ماء عذب. تسمى هذه الطريقة بطريقة التقطير. عدد استخدامين لهذه الطريقة في الصناعات: طبعا استخلاص العطور يا شباب وتكرير البترول. وكده شباب نكون قد انتهينا من منهج العلوم في هذا العام. بارك الله فيكم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، ووفقكم الله في امتحاناتكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.